جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: على ما يدل التحذير من المرور بين يدي المصلي؟ يدل على التحريم. التحذير من المرور بين يدي المصلي من دون سترته، إذا كان أمامه سترة أو قريبا منه، هذا محرم، إلا إذا دعت الضرورة للمرور، مثل من المسجد الحرام والمساجد المزدحمة التي يضطر الناس إلى المرور، هذا الضرورة لها حكم. أما إذا كان المكان فيه سعة وفيه طريق من غير أمام المصلي فلا يجوز المرور أمام المصلي، حرام. نعم.